حائطا أو غير ذلك. بقي هذا لسنوات ممنوعة، ولذلك كثير من السكن في المخيمات ليس يعني لا يتمتع بالشروط القانونية والصحية والهندسية ولا المناسبة للسكن الطبيعي، وهناك بعض الحالات التي يتهدد فيها الخطر بالانهيار عدد من المساكن بسبب ذلك، رغم أن صيغة جديدة قد خففت بالتعاون مع الأجهزة اللبنانية أن يتقدم من يريد الترميم بما يريد احتياجاته للسماح بإدخال أجزاء ومنع أجزاء وفقا لمعايير لا نعرف مدى دقتها. الشيء الآخر في يعني المعاملة التي الفلسطيني في لبنان لا يحق له العمل، وبالتالي إذا لم يعمل لا يؤمن دخلا لأسرته، وبالتالي أطفاله وزوجته وعائلته من المرضى والذين يحتاجون إلى مدارس خارج الأنروا وخاصة في الثانويات والجامعات لا يمكنهم تأمين ذلك إلا إذا توفر عمل في الخارج لأحد أفراد الأسرة وأن يساعد أسرته. لذلك أن هناك عمليا ببعض التطبيقات القانونية ما يشعر به الفلسطينيون أن هناك دفعا لكل الفلسطينيين لمغادرة لبنان والبحث عن أفق المستقبلي لهم في الخارج، وهذا يجر الأولاد الصغار أيضا مع أهلهم كوقائع. الأشياء التي يمكن أن نرمز لها ببعض القضايا الغريبة هي من نمط مثلا في النهر البارد إذا عدت إليه، الطفل عندما أراد الدخول بعد أن قيل له أنه مسموح للعودة إلى المخيم، عندما ذهبت العائلة وجدوا أنه يجب أن يأخذوا إذنا بورقة خطية صادرة عن جهاز الأمن في مخابرات الجيش للسماح للأسر أن تعود إلى منازلها، والآن عندما يريد أن يغادر ويدخل يجب أن يعني أن يرفق مع هويته ذلك الإذن. إذن الدخول إلى المنزل هذا الطفل الفلسطيني الذي والده فلسطيني وفي حالة ما معروفة أن أمه لبنانية ومن قرية مجاورة للمخيم، كانت الأسرة تتزاور، الآن اللبناني لا يستطيع أن يزور أهلي يعني ابنته المتزوجة من فلسطيني وأحفاده إلا إذا أخذ إذنا، وهذه عادة كانت تأخذ طويلا بعد شكاوى عديدة بدأ التخفيف فيها، لكن الأمور بقيت سنتين من المعاناة التي تشعر الطفل أن الأمور غير طبيعية وأن تزيد بتعقيداته، ليس فقط ما شاهده أثناء القصف والاقتتال والصراع بل أيضا بالنتائج. طيب سيد سهيل، يعني برأيك كيف يمكن تقديم يد العون على الشكل الأمثل للأطفال الفلسطينيين؟ الأطفال الفلسطينيون ونشكر الجهود الكبيرة للمنظمات الأهلية الفلسطينية أو اللبنانية التي تعمل في حقن فلسطيني قدموا الكثير الكثير في سبيل سد ثغرات رئيسية، ولكن وهم الذين يحثون الأنر ومؤسسات الأمم المتحدة على القيام ببعض المشاريع أو تمويل بعض المشاريع التي يروا حاجتها الشديدة. من نمط الآن لدينا حديقة صغيرة أنشئت قرب مسجد القدس في داخل المخيم الجديد الذي يعاد بناؤه، لأن لا يوجد مساحات عامة للأطفال ولأن المؤسسات الأهلية أخذت هذا العاطف. إذن حتى نستطيع أن نريح المجتمع الفلسطيني هناك أولا يجب أن يكون هناك تنسيق سياسي كامل ما بين القيادة الفلسطينية في لبنان والقيادة اللبنانية المعنية بمتابعة كل منطقة. هناك مناطق تحتاج مخيماتها إلى بنية تحتية إذ لا توجد أحيانا مجاري ولا توجد مياه صرف ولا تمدد الكهرباء حتى لمناطق معينة من التجمعات الفلسطينية، وحتى الأنروا لا تعترف ببعض التجمعات ولا تقدم لها أي خدمات صحية أو مدرسية. لذلك لابد من أن تضافر الجهود ما بين الحكومة اللبنانية وخاصة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التي أنشئت خصيصا لمناقشة وحل مشكلات الفلسطينيين في لبنان، ثانيا منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولديها مركزها في لبنان الذي أعيد افتتاحه للمساهمة في هذا العمل ورغم القصورات التي لديها، الجزء الثالث هو الأنروا الذي عليه أن يمثل حقيقة التزام المجتمع الدولي إزاء اللاجئين والذين يعانون حتى الآن. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني، نعم هناك أجهزة في لبنان مسؤولة عن الأمن يجب عليها أن تنسق مع الفلسطينيين بشكل واضح وأن تخفف من كثير من التطبيقات
الكلام عن أمن اللبناني وسيادة اللبنانية نحن نقبله ونخضع له، ولكن أيضا أن يكون إجراءاته كما في المناطق الأخرى وعادلا إزاء اللبناني كما الفلسطيني، وأن يكون مساويا وليس تمييزيا بشكل يوقع سلبيات تضطر الناس إلى ردود فعل واحتجاجات دائمة ومشكلات. مثلا بقينا لفترة طويلة على مدخل واحد عند نار البارد، الآن الحمد لله لدينا 5 مداخل مع تخفيف. يبقى الخطوة، يجب إلغاء الإذن الخاص ليدخل الإنسان إلى منزله، فهذا أمر حتى الآن يبدو غريبا جدا وغير مفهوم لدى كل الفلسطينيين. في المناطق الأخرى نعم هناك حاجات إنسانية لابد من التنظيم، تنظيم البلديات اللبنانية التي لا تعطي للمواقع الفلسطينية التي في إطار عملها أي خدمات. هذا لا يمكن أن يقال أن الفلسطينيين في مخيمهم يؤثرون على البيئة، وأن مثلا القضايا التي تتعلق بالمجاري والقمامة وغيرها تسقط في البحر وتؤثر على السياحة في منطقة اللبنانية. إذا وجد حل مثلا في مدينة صور للقضايا البلديات والبنية التحتية، يجب أن يشمل مخيم البص ومخيم الرشيدية وغيرها. ولذلك هذه القطيعة وهذا العزل للمؤسسات اللبنانية الرسمية لتقديمات واجبة نحو الفلسطينيين، لأنهم يقيمون على الأرض اللبنانية ويؤثرون في بيئتها كما يتأثرون ببيئتها، أعتقد آن الأوان لوضعه موضع التطبيق العملي وليس فقط الكلام النظري عنه الذي نسمع عنه كثيرا ولا نجد إلا قليلا من التطبيقات له. نعم سيد سهيل، هذا جزء نعم يعني لدينا ربما أقل من دقيقة واحدة. نعم تفضل. يعني أنا أريد أن أقول في هذه الأقل من الدقيقة، نحن في الفلسطينيون في لبنان لم نكن جزءا من حرب النهر البارد، كان هناك الدولة اللبنانية موجهة ضد مجموعة خاصة ليست فلسطينية، لذلك لا يمكن قبول فكرة أنه يجب معاقبة الفلسطينيين في نهر البارد وفي غير نهر البارد لجراء الذي ما وقع في نهر البارد. نحن لسنا الذين ارتكب الجرم، وبالتالي لا يمكن أن يبقى هذا النمط من العقوبات خاصة عند المداخل. وهناك حوادث كثيرة أشارت لها منظمة العفو الدولية في بيان في تقاريرها عن الإساءات التي ارتكبت ضد الفلسطينيين، الآن قد خف الكثير، نأمل أن تندفع القيادة العسكرية الواعية والتي بالحقيقة يعني تقدم خطوات متقدمة نسبيا عن السابق. الجزء الثاني، يجب أن يسرع في جرف الركام، لأنه لا يمكن البقاء هكذا. حتى الآن لم يبنى منزل واحد من المنازل التي يعاد عليها الإعمار، لذلك بعد 2 سنين لا يمكن القول أننا نساعد الفلسطينيين على الحل، وهذا جهد مشكور ولكنه بطيء جدا، يجب إزالة كل المعوقات التي أدت إلى البطء. نعم سيد سهيل الناطور مدير مركز تنمية الإنسانية ومختص بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة في حديثنا الصباحي. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام حديث الصباح، مع تحيات معدة الحلقة منال الهريسي، نلتقي غدا في صباح جديد وحديث جديد.